تعالوا بقى ننتقل للفريق الثاني المشارك في نفس البطوله وهو بيراميدز. الحقيقه انه بيراميدز رغم اللي بيضمه من نجوم كبار جدا الا انه في موقف لا يحسد عليه، يعني هو بيتزيل بترتيب المجموعه الاولى بعد خسارته الاخيره من نوازيبو المورتاني بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم يوم السبت بالليل على استاد شيخة بيديا في العاصمة نواكشوط بالجولة طبعا الثانية في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. الحقيقة زي ما بنشوف كده مع بعض في الجدول على الشاشة، المجموعة دي معقدة جدا والفرق الأربعة سان داونز ومازيمبي وبيراميدز ونوازيبو الموريتاني بيمتلكوا تقريبا نفس الرصيد من النقاط. خليني اقول لكم مثلا انه نبدا في الاول مع بيراميدز، عنده مواجهه قويه جدا المباراه القادمه قدام سان داونز، بنتمنى ان شاء الله انه يحقق فيها نتيجه ايجابيه لتعديل وضعه في المجموعه.